مشاركة سعودية واسعة شهدها معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الرابعة، حيث يشارك فريق الصقور السعودية في العروض الجوية بشكل يومي للمرة الثالثة منذ انطلاق المعرض عام 2010. هذه المشاركة الثالثة لفريق الصقور السعودية في معرض البحرين الدولي. الفريق شارك في 2010، 2014 وحاليا يشارك 2016. طبعا الفريق قام خلال الثلاثة أيام الماضية بأداء عروض جوية تتكون من 23 حركة لمدة 25 دقيقة. العرض اللي انتم شفتوه اليوم 25 دقيقة، هذا أخذ من الفريق مدة تدريب تقريبا حدود 4 أشهر إلى 5 أشهر، يتم فيها صقل المهارات، يتم فيها التدرب اليومي بواقع 3 رحلات يوميا على العروض اللي انتم شفتوها 25 دقيقة. شركات الطيران السعودية كان لها نصيب أيضا من المشاركة، فإلى جانب توقيع اتفاقيات التفاهم بين هيئتي الطيران المدني في البلدين، تشارك الشركة السعودية للخدمات الأرضية بجناح خاص لها. احنا الحقيقة هنا بنمثل الخطوط السعودية من خلال 4 شركات. الشركة السعودية للخدمات الأرضية واللي هي مختصة بالجراوند هاندلنج، وساعي اللي هي الشؤون الفنية الصيانة، وأكاديمية أمير سلطان للطيران والنقل الجوي. فإحنا 4 شركات ممثلين في الخطوط السعودية، هذه ثاني مشاركة لنا في المعرض هنا في البحرين. تأتي أهمية مثل هذه المعارض كونها تسهل اللقاءات التجارية بين مختلف شركات قطاع الطيران. جدير ذكره أن نسخة المعرض القادمة والمقررة في 2018 ستكون في شهر نوفمبر بدلا من شهر يناير، وذلك تماشيا مع أجندات المعارض الأخرى في نفس المجال. كعادتها تحرص المملكة العربية السعودية على دعم شقيقتها الصغرى مملكة البحرين في كافة المجالات، وما مشاركتها اليوم في معرض البحرين الدولي للطيران إلا ترجمة لهذه العلاقة الوطيدة بين البلدين. سارة البدري لقناة الإخبارية المنامة.